الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ده مقطع يا جماعة نعرض لجميع الناس في جميع بقاع الدنيا عشان يعرفوا شدة ضلال الصوفية وبعدهم عن المنهج الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الصوفية كذابين يقول لك والله نحن أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشيوخهم يكذبوا، يقول لك أنا من آل البيت وأنا حببت السيدة فاطمة وأنا جدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء به نقيا طاهرا، وأبعد الناس من منهج آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. المقطع ده الصوفية ديل، المجموعة ديل من التجانية، بيتبركوا بمركوب يعني حذاء أحمد التجاني، بالجزمة بتاعت أحمد التجاني، أو دي ظاهرة قدامكم، يتبركوا بها ويقبلوها. والصوفي ده يقول الحذاء، حذاء أحمد التجاني ده، قال يشفي من جميع الأسقام والأمراض بقدرة غير عادية. ولقد كان لهذه الطبقة من الشيوخ والأئمة دور مهم في تاريخ الصوفية، لعب دور كبير. أولا سبحان الله، جزمة تشفي. الشافي هو الله وحده لا شريك له، بنص القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي ويقول اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. فكان يقول لا شافي إلا أنت اللهم رب الناس، فربنا رب الناس ما في شافي غيره. أتعجب، المشركين الأوائل زمان كانوا يشركوا مع الله سبحانه وتعالى إنسان يعتقدوا أنه صالح، يشركوا مع الله يقولوا لأنه صالح ويجعلوا ولي من دون الله. أما الصوفية الليلة يشركوا مع الله جزمة حذاء، حذاء يقول الحذاء بتاع أحمد التجاني يشفي، وهو شفاء، شفاء من جميع الأمراض والأوجاع، أو كما قال في خلاصة كلامه يعني زي ما سمعتوا الآن. وده والله تشرك، شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، تشرك مع الله جزمة حذاء. ثم التبرك يا جماعة وطلب البركة من هذه الأشياء أيضا شرك، أيضا شرك، ده كمان شرك رقم اثنين. والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة في طعام كان قليلا فكثره الله لأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، كثره الله لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلموا إلى هذا الطعام والبركة من الله. فالبركة من الله، فالبيقول البركة من أحد مخلوق ده شرك كمان تاني، ناهيك أن يقول البركة من حذاء يعني جزمة أحمد التجاني. شوف العقيدة الجزمية دي كيف عقيدة باطلة، عقيدة منحطة يدعو لها الصوفية المسلمين الليلة. بدل ما يدعو الناس يتعلقوا برب الناس، لا، يدعوهم يتعلقوا بالجزم بتاعت المشايخ. سبحان الله، في إذا كان يتعلقوا بجزمة أحمد التجاني يبقى تعلقهم
وشركهم واعتقادهم في أحمد التياني ذاته كيف؟ إذا كانت اعتقادهم في الجزمة بتاعته يبوسها وداري يأكلها ويدخلها في السروال وملص العراقي ويمسح بها ظهره ويمسح بها اضنينه، اضنينك تنفك يا صوفي يا بليد. لا يمكن يا ناس تكون عقيدة أصلا يعبد بها الناس لرب العالمين. والغريب إنه بيقولوا ده دين، يعني لو قال والله أخدم منهجنا برانا وده ما عنده علاقة بالدين بيقولوا للناس ده دين. دي كمان طامة ومصيبة رغم ثلاثة، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسبحان الله جزمة أحمد التجاني يا أخي الحجر الأسود في الكعبة ده أنت عارفه جاء من وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج، وفي رواية أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا أهل الشرك. مش نزل من الجنة الحجر الأسود، جاء من الجنة عديل. بعد كله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يستلم الحجر الأسود ويقبله كان يقول إني لأعلم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ذيل اللي دار يعلق قلوب المسلمين مش بأحمد التجاني بس، بجزمة أحمد التجاني. وده الحاصل اللي عند جميع الطرق الصوفية، ما التجانية براهم، جميع الطرق يعلقوا قلوب الناس بقبة مبنية فوق قبر، وأحيانا القبة ما فيها قبر، ما فيها زول مدفون مقبور تحت، فاضية. بيسموها عندنا بيان. يقول لك الشيخ حلم حبوبة أم جيد خالة حبوبة بجيرانه إنه يتبين هنا، تلقى الحلة كلها بتعتقد في محل ويبنوا فيه بنية ويوصلوا فيه عداد كهرباء ويعملوا فيه نجفة ويركبوا لهم مراوح، بل في قباب عندنا في البلد دي أربع طوابق قبة، أربع طوابق لشيخ ميت، فيعتقدوا فيها ويجعلوا الناس يعتقدوا فيها من دون الله. يبقى كيف البلد تصلح؟ يبقى كيف الاقتصاد يصلح؟ والله يا ناس البلد دي ما تصلح، ولا حال المسلمين ما يصلح إلا إذا حاربوا الشرك الموجود في أوساط كثير من المنتسبين إلى الإسلام من بينهم. لأن ربنا قال كده، ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا يعني وحدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.